منها على الفيس وعلى السوشيال ميديا والحفلاجية، يعني عايز أعرف بالظبط إيه الحفلاجية؟ الحفلاجية هم مجموعة من الشباب جمعنا كلنا في جروب على الفيسبوك، بنحب العربيات وبنتحرك بعربياتنا كتير جدا. طبعا الجروب بدأ من 6 سنين أو 7 سنين، كان بقيادة كابتن حازم مليجي، هو مؤسس الجروب. الموضوع بدأ يكبر معنا، بدأ ينتشر، عاملين لوجوهات للجروب بتاعنا. كل منطقة أو كل محافظة ليها مسؤول، كل مسؤول معاه أورجنايزر للمراكز اللي موجودة جوه المحافظة، وبعد كده في الأعضاء. فكرة الجروب بمنتهى البساطة إن إحنا بنقدم مساعدات للناس اللي عطلانين على الطريق، بمعنى إن أي حد من عندنا من على الجروب، أو حتى لو رسالة جاية لنا خارجية من أحد الأقارب للي حد العطلان، بيبلغنا إن أنا عطلان في المكان كذا ومحتاج ان انا اتواصل مثلا لقطعه غيار كذا، او عايز مساعده من النوع كذا. بيبدا التيم الميديا يتحرك، يبقى ينزل لنا المنشور اللي نزل على الفيسبوك ان في عطل، وليكن مثلا في منطقه شبين الكوم في المنوفيه. تمام. بنبدا نبلغ مسؤول شبين الكوم ان عندك عطل في المكان الفلاني. طبعا الامور دي كلها بتتم في اقل من 30 ثانيه، في اقل من دقيقه. بيبدا مسؤول شبين الكوم يشوف الاعضاء اللي معاه من قريب، من اقرب حد ليه، وليكن مثلا العطلان محتاج كومبروسر هواء، بيبدا هو يحركه ان في واحد عطلان في المكان الفلاني عايز كومبروسر عشان خاطر يزود العجله. طيب عايز اسال بقى الاستاذ عبد الرحمن كده، نعرف ان الجروب منتشر من اسكندريه لاسوان، ازاي قدرتوا تجمعوا المجموعه دي؟ بص، هي كانت فكره بسيطه الاول، بدات بجروب اصحاب، مجموعه شباب اصحاب بقياده كابتن حازم، كانوا بيحبوا تعديل العربيات في جروب بسيط. اللي حصل ان هم بداوا يكبروا المساله، لما حد كان فيهم بيعطل كان يروح للتاني، فقالوا ليه ما نكبرش الموضوع، ما نكبرش الفكره، انشاوا الجروب. الجروب بدا يتوافد عليه اعضاء كتير من حب الفكره، ان انت معلش اختك عطلت على طريق، زوجتك عطلت على طريق وهي سايقه، بتحس بالامان لما بتلاقي حد بيسعفها وبيقف جنبها وبيساعدها. مساعدات لوجه الله. تمام. لان الجروب اصلا قائم على المساعدات الخيريه، لا في اي تبرعات ولا في جمع اموال ولا في اي حاجه خالص من الحاجات دي. احنا بنعمل بنساعد بعض مجانا. الحاجه الوحيده، انا مثلا انا وفرت لك ميكانيكي، وفرت لك كهربائي، بوفره لك وانت اللي بتحاسبه حسب سعرك انت. يعني احنا معانا في الجروب كهربائيه وميكانيكيه واكسسوار و جميع المستويات موجوده معانا في الجروب. فطبيعي العطلان ده مثلا فرضا عطلان على قطعه غيار، انا مش هقدر اعملها له. تمام. طبيعي باخد ميكانيكي معايا يركب له قطعه الغيار. فالميكانيكي لما بيروح هناك، طبيعي لما بيكون واحد غريب في بلد غريبه بيبقى تاني بيحصل طبيعي. لا كتير بيحصل استغلال. فانا لما باخده بيعامله العطلان ده اخ ليا، فدوت يعتبر اكنه داخل ورشته وزبونه، فبيحاسبه محاسبتي انا لان بيبقى واقف على ايده. فكمان بوفر له حته الامان وحته عدم الاستغلال من اي حد ممكن يواجهه على الطريق. تمام. دي يا كابتن محمود شفناها احنا في اجتماع انتوا كنتوا عاملينه، شفنا فيه هدايا بتتوزع وحاجات بتتوزع. ايه الفكره؟ يعني انا بساعد غيري وبستفيد، ايه فكره التوزيع ده؟ هي فكره الهدايا، يعني مثلا كنا في ميتنج اشمون، كان حصل ان معالي المستشار بدا يوزع هدايا للناس. هو الفكره بسيطه خالص، هو حاجه بيقدر يقدمها للاعضاء اللي معاه بيشكرهم على المجهود اللي هم عاملينه خلال الفتره اللي فاتت. يعني وليكن مثلا اخر ميتنج كان من 3 شهور، كان في اشمون. في ال3 شهور دول حصل فيهم اكتر من 70 80 قد يتجاوز ال 200 حاله طوارئ على الطريق الاقليمي. تمام. كذا حد بلغ ان في طوارئ، عطلان على كذا عند الكارته، عطلان على كذا عند الوتر الاقليمي. فالتيم بيتحرك، التيم عامل مجهود، فبيكون في حاجه بسيطه مقدمه مثلا من الاورجنايزر او الادمن اللي مسؤول عن المنطقه، بيشكر في الاعضاء اللي معاه، شكرا انتوا ساعدتونا، انتوا وقفتوا جنبنا، انتوا رفعتوا من اسم الكيان. ما هي الا شيء بسيط بيشكرهم بيه، وبرضه يخص العربيات. يعني هو كان مقدم هدايا كلها تخص العربيات، احتياجات احنا بنلاقيها في العربيه. طيب لو انا مشروع تاني مثلا قائم غير العربيات، يعني انا بشتغل في مجال تاني، مجال ملابس، مجال مختلف عن العربيات، ليا وجود في وسطكم؟ طبعا طبعا طبعا. تمام. انت ليك وجود، انت معلش القاعده في الجروب دايما اقول لك ايه، فيد واستفيد. انا بفيدك وانت برضو بتفيدني، بس ما بتفيدنيش كمستوى شخصي، انت بتفيد اعضاء التيم اللي موجودين معاك.
يعني انا معلش انا النهارده لما مثلا واحد بتاع قطع غيار يبقى موجود معايا وموجود في التيم، بيقدر ينزل خصومات وعروض للتيم بتاعه للتيم اللي موجودين، على بيوفر نسبه خصم احسن من لما يكون واحد رايح يشتري منه مباشره. لما يجي يقول له انا حفلجي، انا تبع جروب الحفلجيه، خلاص انت ليك خصم مثلا 10%. تمام. فده برضو بتبقى مساعده كمان لاعضاء التيم في في ايه في في لما بيجي يشتري احتياجاته، سواء على مستوى السيارات او غير الخدمات التانية اللي بتبقى موجوده داخل التيمات. يعني مثلا ممكن يكون ممكن دواء ناقص وحد محتاجه ضروري. اسال عليه المساعدات التانية غير العربيات. ما هي دي حاجات دي بينا وبين بعض جوه التيم. مثلا لما بيبقى في واحد مثلا انا محتاج دواء مثلا مش لاقيه لوالدتي او لاختي او ليا مثلا، ومش لاقيه مثلا ممكن يكون ناقص شويه من السوق. تمام؟ فببدا انزل، فبتلاقي كل التيم بدا يعمل عمليه نوع من انواع الايه التفاعل بسرعه، ده يشوفه في الصيدليه اللي جنبه، ده يشوفه في الصيدليه اللي جنبه، بحيث اللي هو يوفروا له يقول اه انا لقيت لك ايه علبه الدواء اللي انت محتاجها. تمام. حتى في مثلا كان احد الاعضاء كان بيسال على النوع على دم. احنا في الحته دي فعمل ايه؟ قال انا عايز ايه فصيله دم بي سالب. تمام. نزل على الجروب. فكل واحد جنبه مستشفى او يعمل في المجال الطبي بدا يسال عشان خاطر يشوف هل يقدر يوفر له كيس الدم دوت، وفعلا اتوفر له كيس الدم اللي هو محتاجه. تمام. وقال له احنا موفرين لك كيسين دم في المستشفى الفلانيه، موفرين لك كيس دم. واحد تاني قال له انا في كيس دم موجود في المستشفى الفلانيه، تقدر بالشيت بتاع المستشفى اللي هو مطلوب فيه كيس الدم تجيبه وتيجي وتستلم الايه؟ طيب كيس الدم. انا دلوقتي ماشي على الطريق واعترض، بيوصل لي بعد قد ايه؟ يعني اي حد من الحفلجيه بيجي لي بعد قد ايه بالظبط؟ طيب خلينا نجيب الموضوع من اوله. تمام. انا عطلت على الطريق، بفتح الفيسبوك بتاعي، خش على جروب الحفلجيه، بنزل بوست انا عطلان في المكان الفلاني، محتاج وصله بطاريه، رقم تليفوني كذا. تمام.